محمد يعقوب اللاعب البحريني المميز، استقبال حلو، هي يا سلام يا سلام، كرة فعلا جميلة. ناثو أو ناثان، النكريم ما لا يقول ناثو، خليها ناثو، خليها ناثو يا ناثو. المع الكرة، أوه الكرة تعود سهلة، تعود سهلة إلى ناثو، إلى ناثو، يوه الكاميروني المميز، كرة غاية في الروعة، وعلي أن ينتظر إذا ما فاز بهذه المباراة 3-0 أو 3-1. حلوة يا لعيب يا لعيب، حلوة حلوة حلوة، كرة فعلا جميلة، كرة فعلا جميلة، شوف إسقاط غاية في الروعة، حلوة اللعبة، الله برافو، حالة دفاعية، هي يو ناثو، مميز للغاية، مميز للغاية ناثو، إلى عامر يعودها سهلة، غازي غازمنت، برافو لعيب لعيب، توظيف رائع جدا لناثو، برافو يا ناثو. هذا وين بيان ناثان بورها اللاعب الكاميروني، إلى وين؟ إلى ناثو، لعيب، حالة دفاعية، الحالة الدفاعية بائسة في اللقطة الماضية، أبداً، شوف ما كانت صعبة يا عامر، ما كانت حلوة، لسه بدري، الله يا صقروه، الله يا صقروه، عادت سهلة، وين راح تروح؟ إعداد مناسب، آه، الكرة ما كانت صعبة، ولكن انحطت بخبرة ناصر عنان. اللي أقولكم دائما ما له أمان. اليوم طبعا سلوفينيا تقدمت وفازت على فنلندا 3-1، ولكن البرازيل وبولندا واحدة من أرقى مباريات، يا لعيب، من أرقى مباريات الدوري العالمي، استطاع المنتخب البولندي أن يكسب المباراة 3-0 3-2 عفوا على المنتخب القطري، الفوز على اليونان يعني الكثير. حلوة اللعبة ناثو، لعبة كبيرة، لعبة كبيرة، لعبة كبيرة، سلام أحمد أهلي، حلوة الحالة الدفاعية بنفس الطريقة، الله أداء مثالي والله، اكتشاف يا أحمد يا أهلي، أحمد جمعة أهلي، اكتشاف في مركز الليبرو. نعود محمد راشد، حلوة اللعبة، برافو، هذا ما تمشي معاه البوش باس، ما تمشي معاه يا يعقوب، شوف لعبة يعقوب الأخيرة، حلوة حلوة يا لعيب يا ناثو يا لعيب، طائرة، وكلما مرت الأيام والبطولة في دور الأربعة راح تكون غير غير يا ناثو يا ناثو، كل ما تبقى من أحلام زعبيل خلاص، حتى لو فاز الآن عاصمة زعبيل لن يصعد، لأن الأمور ستكون محكومة أيضا بفوز، برافو، أبدا فريق متكامل في كل المراكز، وهنا كرة ما كانت صعبة، ما ناصر أمان ما له، أو ناصر عنان ما له أمان، وهذه كرة محرز خاط تلمس وإلى خارج الملعب، تلمس وإلى خارج الملعب، 13-12، والمنتخب التونسي راح يلاعب استونيا، وراح يشوف حلوة، والمنتخب القطري راح يلاعب إسبانيا، هذا كل ما تبقى من عمر أيضا هذه المباراة 18-15. عموما محمد سلطان، برافو، لقطة جميلة يا لعيب، شوف التوظيف لناثو، برافو يا ناثو، اللاعب
الكاميروني لاعب نادي شاموه الفرنسي، وتواجد أيضا مع تور الفرنسي 20 لـ17. نتابع محمد راشد المري هناك إلى ناثان، برافو يا سلام إلى ناصر، ولكن أبدا الحالة الدفاعية لاعب شاموه إلى خارج الملعب، ناثان لامسن بالفوز في كل مبارياته، كرة سهلة إلى وين؟ إلى ناثو بطريقة جميلة، بطريقة جميلة، شخصية البطل تتضح تماما لهذا الفريق، ولكن القادم من الأيام راح تكون الفرنسي الذي كسب الدوري الفرنسي هذا الموسم أيضا مع شامو، برافو راح تعود القطري 17 لـ16. حلوة يا لعيب، شوف الآن والإثارة ما زالت حاضرة على أرضية الملعب، إلى ناثو يا لعيب، كانت صعبة اتضحت تماما اليوم، وإن كان في الأيام القادمة راح تكون صعبة سهلة.